استوديو الفن والبدايه وبقيت سوبر ستار وانت عندك 16 سنه. ده غير ازاي في رامي عياش؟ وكان الناس حواليك بقى يعني عاملين ازاي 16 سنه؟ ده بدري شويه استوديو الفن. صح قوي على فكره. بس ده كان قدرنا وده ربنا هو اللي كاتبه، والحمد لله اكرم علينا في كل يعني في كل خير، ولسه مستمرين لحد دلوقتي بالاصول وبال يعني بالخط اللي بيريحنا. ما تبعنا موجات معينه، ما عملنا شيء خارج عن ارادتنا وحبنا للفن، بقينا على نفس الاصول ومكملين الحمد لله. يعني عندك ستايل في المزيكا، شويه نقول ده الفن القديم الاصيل ودي الصافي، وشويه نلاقي مزيكا مختلفه وتجارب موسيقيه غريبه. عندك ماكس كده زي ما كنت بقول، ما سبتنيش اكمل كلامي. صوت جبلي قوي في نفس الوقت صوت حنين جدا. الماكس ده ابتدى ازاي؟ نشأته كانت عامله ازاي؟ ازاي طلع صوت رامي عياش؟ هدير، بحب هذا الميكس لما بيقولوا لي انت طربي شعبي وبذات الوقت بتغني اوبرا لما بدك تغني اوبرا، وبذات الوقت بترقص لما بدك ترقص. هذا الكومبينيشن انا كتير بحبه بشخص بعمري، واليونج جينيريشن كمان بحب هذا الشيء. وبحفلاتي بتلاقي في سماعه بتجي بتسمع طرب، هذا الشيء بالنسبه لي حلو تجمعي كل انواع الناس. يلي بحب الطرب بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب يرقص بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب الاوبرا وضخامه الصوت بيقدر يلاقي فيكي. هيدي بعتبرها نعمه من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عم حبت الناس.